قالت مصادر قبليه ان المسلحين اغتالوا تحت انظار ميليشيات الحوثي الشيخ القبلي البارز ناصر عبد الله طماح الكميم وذلك لدى خروجه من احدى المحاكم الحوثيه في صنعاء قبل ان يلودوا بالفرار. والكميم هو احد ابرز الشيوخ والوجهات القبليه والاجتماعيه في محافظه دمار واحد شيوخ قبائل الحداء ومن رجال المال والاعمال وسببت عمليه اغتيال الكميم هزه في الاوساط القبليه.